مشاهدينا، للحديث أكثر عن مشهد الاحتجاجات معنا الآن من البصرة الناشط السياسي علي المعلم. سيد علي، بداية مرحبا بك. دعنا نتحدث عن الناصرية. عودة الاحتجاجات مرة أخرى في الناصرية تزامنت مع مغادرة البابا للعراق، أيضا التصعيد يعود اليوم مجددا إلى شوارع الناصرية. ما هو تعليقك على ذلك؟ شهداء تشرين والحرية للمغيبين سجاد العراقي وعلي جاسم وكل المغيبين جلال الشحماني والمنصوري وإلى آخره. موضوعات عودة الاحتجاجات وليس بالجديد، على اعتبار أن جميعها تشهد فشل إداري، فشل إداري محلي على مستويات المحافظة، جميع هذه المحافظات الناصرية، سماوة، الحلة والديوانية وغيرها، محافظات تشهد انهيار في بنى التحتيه، تشهد فساد اداري مستشري، تشهد اقل مستويات العيش الكريم المتدني في هذه المحافظات. بالتالي هذه المطالب هي جزء من المطالب الشعبيه، لانه هذه يعني دائما نكرر عليه انه من 2013 الى هذا اليوم هم مواعدهم الشرعيه الديمقراطيه او الشرعيه الانتخابيه، يعني من المفروض هو ب 2000 يعني تنتهي صلاحياتهم ب 2017، لكن عملية المماطلة في موضوعات الانتخابات وأنه موضوعات إلغاء مكنت الأحزاب من السيطرة على منصب المحافظ، وبالتالي صارت حصة حزبية وليس حتى حصة حزبية بإطار ديمقراطي وبإطار انتخابي. يعني سابقا كانت من خلال مجالس المحافظة على الأقل هي تمثل جهة نوعا ما شرعية انتخابية حتى وإن كانت نسبة بسيطة، حاليا لا توجد أي شرعية. فبالتالي مواصلة المطالب لعملية إقالة المحافظين هو جزء من عملية الإصلاح داخل منظومة الحكم المحلي داخل المحافظات. بالتأكيد مسألة الناصرية لها خصوصية، يعني لها نوع من الخصوصية على اعتبار أن المحافظة السابق استقال في فترة حل مجلس المحافظة. علي، دعنا نعود مرة أخرى إلى منصب المحافظ نتحدث عنه في سؤال آخر. هناك الآن حراك في السماوة والديوانية وبابل أيضا يطالبون بإقالة المحافظين، يعني برأيك هل سوف يتكرر نفس المشهد الذي حدث في ذي قار؟ هل من الممكن أن نشهد صدامات؟ عملية القمع لا زالت مستمرة لحد يوم أمس، اعتقال أكثر من 15 متظاهر في الديوانية وتم إطلاق سراحهم اليوم. تم فرض يعني تم ممارسة عليهم أشد أنواع التعذيب. هل هذا من قبل قوات أمنية علي؟ وانتزاع اعترافات. نعم، من قبل جهات الأمنية الحكومية تحديدا، يعني السلطة المحلية، السلطة الأمنية داخل المحافظة. بالتالي عملية القمع هي مستمرة من قبل القوات الأمنية، لن تتوقف لا مع تغيير رئيس الوزراء، لا مع رئيس الوزراء الحالي ولا مع الحكومات القادمة، ما لم يكون هناك عملية إصلاح جذرية للمنظومة الأمنية. المنظومة الأمنية هي منظومة الحزب الحاكم، الحزب الحاكم هو يسير هذه المنظومة بالطريقة التي يريد وبالطريقة التي يشاء، ويبعث رسالة بأنه هو اللي يمثل الوطن وهو يمثل حقوق الوطن وهو يمثل قيمة الوطن. بالتالي القوى الأمنية إذا لم تعاد هيكلة المؤسسات الأمنية بالعراق وتدريبها وفرض قوانين حقوق الإنسان اللي مصادق عليها العراق كدولة ديمقراطية، ما راح تكون أي تغييرات بعملية عملية القمع، لأنه احنا نشوف العنصر الأمني يعني يمارس القمع يمارس بوحشية، يعني ويمارس وكأنما يتشفى بالمتظاهر، وكأنما يعني يشوف اكو عدو أمامه فيحاول، يعني مو اكو حد. حتى عمليه القمع تستخدم بوحشيه، يعني مساله الضرب، مساله اطلاق الرصاص العمد، مساله الاعتقالات، الضرب اثناء الاعتقال، هاي كل المسائل عباره عن وكانما العنصر الامني يريد يعني يشفي غليله بالمواطنين. بالتالي اكيد راح تستمر عمليات القمع من قبل القوات الامنيه، وهذا الاكيد. نعم، من البصره ناشط السياسي علي المعلم. سيد علي، شكرا جزيلا لك.